بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. من الشعور الغريب الذي ينتاب الإنسان وقد تسمعه كثيرا هذا الشعور، وهو: من الذي حسدني؟ أكيد أنا مصيوب بعين، أكيد مسوين لي عمل. هل هذه المشاعر صحيحة؟ في الحقيقة ربما تكون كذلك وربما تكون ليست صحيحة. الإنسان حينما ينتمي إلى منهج الله عز وجل ومنهج أوليائه عليهم السلام لديه الكثير من التحصينات، الكثير من القوة الداخلية والخارجية التي يتحصن بها من كل شيء. والسؤال الأهم: ما هو مقدار ما تحصننا به من الطاعة ومن الذكر ومن المجربات المضمونة في سبيل أن نتحصن من كل هذه المشكلات؟ هل بذلنا جهدا في ذلك؟ هذا أولا. ثانيا: ماذا أملك أكثر مما يملكه الآخرون حتى أصاب بعين مثلا؟ ألسنا يجب أن نكون واقعين أكثر من هذا؟ ثالثا: طبيعة العمل الشيطاني أو العين الحاسدة نستطيع أن نتجاوزها حتى لو كنا مصابين فعلا. الله سبحانه وتعالى حينما أنزل سورة الفلق والناس أنزلها لمعالجة هذه المشكلة. حينما نتمسك ونقرأ دائما آية الكرسي، جاءت آية الكرسي في بعض أهدافها لتعالج هذه المشكلة. إذن بدل أن أسقط في إحساس بالهزيمة وإحساس بالعجز في أنني قد أصبت بعين أو بعمل شيطاني، علي أن أبحث عن الحل المضمون وأن أتوكل على الله سبحانه وتعالى وأن لا أشغل تفكيري كثيرا في هذا المطب الذي قد أوقعت فيه أو ربما يكون قد أوقعت فيه وأنا في الحقيقة أعيش في دائرة الوهم. لذلك لابد أن نتخلص من هذا الشعور ومن هذا الوهم من خلال الاتكال على الله، وأن نكرر قوله عز وجل: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا المقدار أن نكرر لا إله إلا الله، أن نقول حسبنا الله ونعم الوكيل، أن نرتل بعض الآيات والأذكار التي من شأنها أن تقوي فينا المناعة وأن لا نصاب بالعجز والفقر. أسألكم الدعاء.